فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا في بعض حلقات التحفيظ قررنا عليهم حفظ بعض المتون في العقيدة والسنة، فأتانا بعض الناس ينكر ذلك وقال: لا تشغلوهم بالمتون عن القرآن. هذا من دعاة السوء، اشغلوهم بالقرآن وبالمتون جميع، تعلمهم القرآن والسنة والفقه، لكن بطريقة مختصرة، طريقة مختصرة، أصول صحيحة يحفظونها وتشرح لهم مبسطة. نعم.